طيب من الريشه الطايره بقى نروح معاكم للكاراتيه. جيانا فاروق لعبت منتخبنا الوطني الاول للكاراتيه وكمان نجمه النادي الاهلي، حققت المركز الاول والميداليه الذهبيه في بطوله سلسله الدرجه الاولى للكاراتيه واللي اتلعبت في تشيلين. جيانا كسبت المركز الاول بعد ما فازت على بطله روسيا في النهائي بنتيجه 5-0. لعبت النادي الاهلي كانت اتاهلت للمباراه النهائيه، وده بعد ما كسبت بطلات فنزويلا وايطاليا واليابان وبيرو وكندا. طبعا بنبارك لجيانا وكمان كل التوفيق طبعا للاعبتنا ان شاء الله في الكاراتيه.